نروح بقى لموضوع الساعة الحقيقة. في أمريكا تستعد الشرطة في مدن أمريكية كبرى لاضطرابات محتملة في حال القبض على الرئيس السابق دونالد ترامب ضمن تحقيق أو ضمن تحقيق، وهتكون دي أول قضية جنائية ترفع ضد رئيس أمريكي سابق. بتكثف السلطات في نيويورك وواشنطن العاصمة ولوس أنجلوس من وجودها طبعا ده تحسبا لاحتجاجات. خلينا نعرف تفاصيل اكتر عن هذا الموضوع. بتنضم لينا عبر الهاتف من الولايات المتحده الامريكيه هبه القدسي مدير مكتب جريده الشرق الاوسط بواشنطن. مساء الخير عليكي، منورانا في التاسعه. اهلا بيكي استاذه جمانه، اشكرك وكل سنه وانتم طيبين. بشكر حضرتك يا فندم، كل سنه وحضرتك طيبه ورمضان كريم. طب خلينا نعرف من حضرتك كده الصوره، وضح لنا الصوره في شوارع الولايات المتحده الامريكيه. يعني أنا في واشنطن، هناك تكثيف أمني لرجال الشرطة في محيط الكونغرس الأمريكي وفي محيط الخارجية والبيت الأبيض والعديد من يعني المراكز أو المباني الحكومية، وأيضا هناك تكثيف أمني وحواجز أسمنتية تحسبها في محيط محكمة مانهاتن تحسبا لاي مظاهرات واعتصامات ومظاهرات قد تتسم بالعنف من انصار ترامب. الرئيس ترامب غرد منذ الاسبوع الماضي انه سيتم القبض عليه اليوم الثلاثاء، لكن الى الان لم يصدر من هيئه المحلفين كرت استدعاء واعتقال بحق الرئيس ترامب، ومن المتوقع أن تصدر هذه المذكرة الأسبوع القادم، لأن هناك بعض الترتيبات الأمنية واللوجستية لنقل الرئيس ترامب من فلوريدا حيث يقيم إلى مدينة نيويورك، حيث تجري يعني الاستعدادات للتحقيق معه وأخذ بصماته وما يتعلق بالحمض النووي، أخذ الحمض النووي، ثم يمثل أمام هيئة محلفين ويواجه بلائحة اتهام، ويعني يستطيع في هذه الحالة أن يقول ما إذا كان مذنبا في توجيه هذه الاتهامات له أو غير مذنب. لكن إلى الآن هناك حالة تأهب عالية من قبل شرطة نيويورك وأيضا في واشنطن استعدادا ويعني نوع من التوخي للدرس الذي حدث في 6 يناير الماضي حينما حدث هجوم من انصار الرئيس ترامب على مبنى الكابيتول. طيب استاذه هبه، الحقيقه احنا امام مشهد يعني ونقاط متعدده فيما يعني يحدث بالنسبه لدونالد ترامب. يعني القائمين على الحمله الانتخابيه لدونالد ترامب قالوا انه ما فيش اي حاجه ذكرت عن حبس دونالد ترامب او حتى القبض على دونالد ترامب، وانه كانت مجرد تغريده او كان مجرد تعليق عفوي. وعلى الجانب الآخر دونالد ترامب يعني شاهدنا ما حدث بعد تحريضه لمؤيديه باقتحام الكابيتول أو الكونغرس الأمريكي، حتى أنه بعض السيناترز في حزبه الجمهوري حتى يعني نقدر نقول أن هم انقلبوا عليه بشكل أو بآخر. يعني دونالد ترامب يعني إزاي خلينا نقول عمل حسابه أو حسب هذه الحسابات، يعني بالنسبة لما حدث قبل ذلك كيف حسب حساباته قبل نشر هذه التغريدة أو هذا المنشور؟ يعني حينما نشر هذه التغريدة على حسابه في السوشيال هو يعلم تماما ويستبق الأحداث أنه سمعه سيتمكن من حشد أنصاره وسيتمكن من إثارة القلق لدى الديمقراطيين ولدى أجهزة الشرطة ولدى النزاع العام من قدرته على تحريك الشارع ومن استطاعته ترويج انه يواجه بتهم يعني مسيسه، وان هناك استغلال للعداله الامريكيه في اثاره هذه القضيه ضده، لانه كما يقول يتصدر الاستطلاعات ويتصدر السباق لخوض السباق الانتخابي للرئاسة الأمريكية لعام 2024، وبالتالي هو يروج لنفسه ويستفيد من هذا الترويج
في محاولة إثارة المخاوف إلى حد كبير. وفي المقابل المدعي العام ألفين براغ يحاول أن يقول معه الديمقراطيين أنه لا شخص فوق القانون وأنه لا يمكن ترهيب المدعي العام وترهيب العدالة الاجتماعية وأن لا يوجد رئيس أمريكي فوق مستوى القانون وأي شخص ارتكب جريمة سيتم مواجهة يعني سيواجه التداعيات المرتبطة بهذه الجريمة. هذه أمور نظرية، لكن إذا أخذنا في الواقع كيف يعني ستجري الأمور خلال الأيام القليلة القادمة؟ ربما بالفعل يتم اعتقال الرئيس ترامب، هو يبدو أن المحامين نصحوه بأن يزعم لقرار الاستدعاء وسيعلن أنه بريء، كما أعلن في الفيديو الذي نشره بالأمس أنه يواجه تحقيقات هو بريء منها، وكما حاول الديمقراطيين عزله في تحقيقات اقتحام الكونغرس سيكون هناك مجال لتأبرئته منه في هذه القضية، وبالتالي هذا كله سيؤدي إلى يعني نوع من التعاطف من أنصار ترامب، وسيتصدر كما كعادتي الأخبار ومنشطات الجرائد ووسائل الإعلام في داخل أمريكا وخارج أمريكا. فهناك استفادة كبيرة للرئيس ترامب. من جانب آخر سياسيا نجد أن كبار القادة الجمهوريين في الكونغرس الأمريكي مثل كيفن ماكارثي رئيس مجلس النواب وأيضا السيناتور ليندي جرام كلهم أشاروا إلى أن هذه الحملة ومجرد استدعائه والقبض عليه ستجعله سيتصدر السباق وربما يفوز باكتساح في الانتخابات الرئاسية القادمة، خاصة أن هذه النوعية من القضايا قد تستمر ربما لعدة أشهر وربما بما يزيد عن العام. وهو بالفعل يعني وهو بالفعل المرشح الأوفر حظا من قبل أيضا حزبه الحزب الجمهوري. على أي حال إحنا في متابعة لما يحدث في المشهد الأمريكي. بشكر حضرتك جزيل الشكر السيدة هبة القدسي مدير مكتب جريدة الشرق الأوسط بواشنطن. نشكر حضرتك جزيل الشكر.